الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفع أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط بنسبة 1.76% مع تصاعد أسعار النفط عالميا، وارتفعت أسعار خامي البصرة الثقيل دولارا و24 سنتا ليصل إلى 75 دولارا و59 سنتا للبرميل، كما ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط بمقدار دولار و24 سنتا ليبلغ 78 دولارا و49 سنتا للبرميل، وارتفعت أسعار النفط العالمي لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة بعد أن أثار اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خطر اندلاع صراع أوسع في الشرق الأوسط والقلق بشأن تأثيره على النفط. أكدت وزارة الكهرباء في العراق وصول حمل الطاقة الكهربائية إلى أعلى حمل منذ تاريخ تأسيسها، مبينة أن الحمل بلغ أكثر من 27 ألف ميجاوات. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى إن حمل المنظومة الكهربائية في العراق وصل إلى 27,445 ميجاوات، وهو أعلى حمل تسجله المنظومة منذ تأسيسها، مبينا أن العراق يحتاج في أوقات الذروة إلى 50,000 ميجاوات. كشفت وزارة الزراعة في العراق عن توجه للبحث عن منافذ جديدة لتصدير التمور بما يضمن الحفاظ على أسعارها وفتح أسواق جديدة لها في بلدان عديدة. ووجهت الوزارة انتقادا حول بيع التمور إلى الإمارات بأسعار أعلى من أنها تمور إماراتية. وفي السياق قال باحثون اقتصاديون إن التمور العراقية كانت تحتل مكانة اقتصادية هامة في العراق، وكان لها في السابق دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي الوطني. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراق حل بالمرتبة الخامسة بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا في شهر حزيران الماضي، وذكرت الهيئة أن إجمالي صادرات تركيا خلال شهر حزيران الماضي بلغت 19 مليارا و49 مليون دولار بانخفاض نسبته 8.3%، فيما بلغت الواردات 24 مليارا و920 مليون دولار بانخفاض نسبته 4.4% مقارنة مع شهر حزيران عام 2023. شهدت منطقة اليورو ارتفاعا طفيفا في معدل التضخم السنوي حيث سجل 2.6% في شهر تموز، وأظهرت البيانات الصادرة أن ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو الشهر الجاري كان أكبر من الارتفاع الذي جرى تسجيله في الشهر الماضي، والذي شهد معدلا سنويا بمقدار 2.5%، وأيضا أعلى من توقعات خبراء الاقتصاد الذين توقعوا أن تظل ضغوط الأسعار ثابتة في أول شهور النصف الثاني من العام الجاري. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. كتاب الموجز للقاء.